ثبت منع النساء عن زيارة القبور، فهل يجوز لهن حضور الجنائز أم لا؟ الصلاة على الميت لا بأس، صلي على الميت، يصلي الناس على الميت، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الجنائز عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يمنعنا منه يعني تشييع الميت يعني المقبرة وزيارة القبور، هذا يمنع من الزلم ممنوع، لا يشيعنا الموتى ولا يزورنا القبور، هذا هو الممنوع. أما كونه يصلي على الموتى مع الناس هذا مشروع طيب.